أهلا بكم من جديد في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. قارنت الكاتبة عائشة البصري في مقالها بصحيفة العربي الجديد بين جرائم روسيا في أوكرانيا وجرائم الاحتلال الأمريكي في العراق، وتقول الكاتبة: لم تجد قصص ضحايا العدوان الأمريكي في العراق طريقها إلى الإعلام الغربي. مقص الرقابة كان حريصا على ألا تظهر صور الضحايا العراقيين وألا يستمع العالم لمأساة الناجين من الحصار والقصف والتجويع والتشريد. غيب العراقيون وحكم عليهم بالصمت وحولوا إلى أرقام تقريبية، وحذفت إنسانيتهم حتى لا تتدفق قصص مأساتهم الإنسانية مثل ما يحدث اليوم في أوكرانيا التي تحولت إلى أكثر الحروب أنسنة لضحاياها، حتى ظنها زيلينسكي أم الحروب وأكثرها قداسة. قدر معهد واتسون في جامعة براون الأمريكية أن الحروب الأمريكية تسببت في قتل مباشر ل 929 ألف امرأة ورجل وطفل في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن وباكستان، وكان للعراق النصيب الأوفر من الضحايا إذ فاق عددهم 200 ألف قتيل، قضى 30 ألفاً منهم مع نهاية أبريل نيسان من عام 2003، أي بعد 41 يوماً فقط على العدوان الأمريكي، بينما بلغ عدد الضحايا في أوكرانيا 1611 مدنياً. تحققت الأمم المتحدة من قتلهم إلى حدود يوم 6 أبريل نيسان الجاري، وقد كشف العدوان الأمريكي على العراق عورته كما لم يحدث من قبل، إذ لم يستطع حتى نقل حقائق مؤكدة عن مجازر الفلوجة. في 4 أبريل نيسان الماضي صادف الحديث عن إبادة بوتشا الذكرى 18 لانطلاق مجازر الفلوجة في العراق التي تجددت في نوفمبر 20 من عام 2004، بعدما أصدرت واشنطن أوامر بقتل كل ما يتحرك في مدينة المقاومة. قصفوا المدنيين بالقنابل العنقودية والغاز الخانق والفوسفور الأبيض وحتى اليورانيوم المنضب، محللين ما حرمه القانون الدولي، قانونهم، من أسلحة الدمار الشامل. على عكس بوتشا، مجازر الفلوجة مؤكدة وموثقة، إلى جانب جرائم الجيش الأمريكي في زنازين أبو غريب وعرس القائم التي لم تقم لها محكمة خاصة، ولم يسأل عنها الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. أصبح تزييف الحقائق وإطلاق الأكاذيب العارية تماماً عن الصحة سمة شائعة في أوساط الساسة العراقيين، بل أصبح الكذب والتزييف هما الأصل في أدائهم، أما الصدق والإنصاف فهو حالة نادرة في الإعلام الحكومي، وقد تحول هذا السلوك تدريجياً حتى أصبح ظاهرة عامة يمتاز بها أغلب الساسة العراقيين وزعماء الميليشيات، وينطبق عليهم المثل الفرنسي إنهم يكذبون كما يتنفسون، علماً أن حالة تزييف الحقائق في العراق لم تأتي من فراغ، بل هي امتداد لما قام به أسيادهم الأمريكان والإيرانيون ضد الدولة العراقية. أما أمريكا فقد تبنت أكبر كذبة في التاريخ المعاصر، وهي فرية أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وقد روج لهذه الفرية كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية عن تزييف الحقائق في العراق. كتب حسين صالح السبعاوي مقالا في موقع مركز راسام للدراسات: هناك ثنائيات موجودة في العراق استخدمها هؤلاء لقلب الحقائق، وهي الإرهاب والمقاومة، العفة والرذيلة، الفساد والإصلاح، الاستقامة والانحراف، الخيانة والوطنية. وقد سخرت عشرات القنوات الفضائية لقلب الحقائق، فمن كان مقاوماً للاحتلال أصبح إرهابياً، وقد زج الآلاف من المقاومين في السجون، بينما من جاء مع المحتل أصبح مقاوماً، ومن هو سارقاً للمال العام، وقد استباحه تحت عدة مبررات واهية،
بما فيها الفتاوى الدينية، بينما من يعيش بكفاف وعرق جبينه يتهم بالفساد ويتم تسقيطه ويزج به في السجون، ومن كان خائناً يقاتل أبناء بلده مع العدو أصبح هو الوطني ويطالب الناس بحب الوطن. وهكذا استخدموا هذه الثنائيات ونسبوا كل الفضائل لأنفسهم وألصقوا كل الرذائل من هذه الثنائيات على من يخالفهم، بينما العكس هو الصحيح. ولم أجد فئة ينطبق عليها المثل الشهير رمتني بدائها وانسلت مثل هؤلاء القوم، فهم من يمارسون الإرهاب في وضح النهار ضد الدولة والمواطنين من قتل وخطف وابتزاز، وهم من يسرقون المال العام سواء بتهريب النفط أو بالسيطرة على الموانئ والحدود، وهم من أوجدوا مصطلح الفضائيين الذي لم يعرفه العراق سابقاً إلا في عهدهم. إن قلب الحقائق في العراق لم يكن حالة فردية أو اختص بها حزب واحد فقط حتى يسهل دحضها والرد عليها، بل نحن أمام منظومة متكاملة تمارس الكذب والافتراء وتملك المال. تقول الكاتبة الثائرة أكرم العقيدي في مقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني: في بلادي شعب يعيش بين قهرين، كل قائد حزبي مهما انحطت قيمته يصبح قدوة ويحمل كثيرا من المثقفين والسياسيين الفاشلين ليتربعوا على تلك الأرض المباركة ويعيثوا فيها فسادا وخرابا ويكتبوا تاريخا مؤلما ملطخا بالدماء والكوارث. عاما بعد آخر يغرق العراقيون في جحيم الفساد والظلم والتجهيل. لقد جعل ساسة العراق الطارئون من العراق سجنا كبيرا لشعبه، يعرفون أوقات الطعام وزيارات الجلادين له. سنة بعد أخرى يطفئ ملايين العراقيين شمعات أعيادهم دون أن يحلموا بغد أفضل وأيام أجمل. لماذا يخلو العراق من حكومة السيادة وللساسة والسياسيين أحزاب ولدت أحزابا وانقسمت على نفسها بين عشية وضحاها لتكون لنا خريطة سياسية فيها اليمين يقسم بكل يمين بمناسبة وبغير مناسبة، وفيها اليسار يسير في مسار منحرف، وفيها الكتلة تكتلت حول جبل من جمود، وعن كل هذا غابت خلف كواليس الهدوء والسكون معارضة وافقت الأغلبية في صمتها ورضت بما لذ وطاب من رقع خريطة اتفق الكل على تسميتها لعبة سياسية لا غالب فيها ولا مغلوب ولا قرار تصنعه بعيداً عما يوافق أهواء وفصول دستور يجعل من يد واحدة تصفق رغم أنف الجميع. لماذا في عراق الخير الاقتصاد غارق بالفساد يمور ويموج عليه القوم تجمعوا وبالنسب واللقب والكنية فوقه تربعوا وعلى نهش ما تبقى من جسده العليل أجمعوا، وفقراء العراق لم ينالوا سوى شيء من الفتات المتساقط من على موائد الأحزاب والسادة حتى غدت رتبه بين البلدان بسبب تفشي الفساد أسفل سافلين تلتصق بالتقدم نحو الوراء يسيرون به وبالتقهقر للخلف يسيرون وجهته، فلا الرياضة تستقيم لتشفي بعضاً من غليل هذا الشعب الحزين ولا الأمن فيه بالذي تطيب له الأنفس وتقر له العيون ولا التعليم فيه ينور العقول. حول دعوة المالكي لتشكيل حكومة مقدسة كتب قاسم حسين صالح مقالاً في صحيفة المدى، نستمع إلى جزء من المقال. أين ترى مشكلة المالكي والشعب العراقي متعدد الأديان والقوميات والعقائد؟ وأين ترى مطالبته بحكومة نزيهة وقوية في الدفاع عن مصالح الشعب وقد رأس حكومتين 8 سنوات؟ من عادتنا أننا نستطلع رأي أكاديميين ومثقفين وإعلاميين في قضايا فكرية وسياسية مثل هذه. إليكم وإلى السيدين أحمد الصافي النجفي ونور المالكي نماذج منها. الحاج قاسم التميمي: ألم تقرأ يا سيد نوري كيف بنيت الدول ومن بناها؟ عن أية عقيدة تتكلم؟
ألم تسمع عن ماليزيا، سنغافورة، الهند، الصين، تركيا؟ لا علاقة لها بأية عقيدة. أنت تقول ما لا تعي وتحمل عقلية ثأرية. مضر الموسوي، عن أي عقيدة يتحدث وقد حكم العراق بعقيدة الطائفية والشيطنة والاستغلال، واعترف نهاراً جهاراً بفشله، ولم يندم على ما فعل، ولم يصحح مسيرته أو يغير نهجه. رجل يتخبط وينتهز الفرص ويراوغ، بدد المليارات بمشاريع فاشلة وأخرى للفوز بالانتخابات. مظفر المنصور، المالكي المسؤول الأول عن كل الفساد والفقر وعدم وجود خدمات وإعمار وبناء ومشاريع وعمران وتبليط وتنظيم. أي عقائدية وأنتم حولتموها طائفية قوية وجعلتم العراق تابعاً لإيران، ضعيفاً وسوقاً لبضائعها؟ قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن الشعب الفلسطيني يتعرض منذ عدة أيام إلى انتهاكات خطيرة وواسعة على يد قوات الاحتلال الصهيوني. وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته الأمانة العامة إن التصعيد الأخير للهجمات والانتهاكات ضد المدن الفلسطينية في الضفة الغربية بدأ منذ أسبوع تقريباً بانتهاك حرمة المسجد الأقصى يوم الجمعة الفائتة، حيث تم بعدها اجتياح عدد من مدن الضفة الغربية ولا سيما مدينة جنين. هذا التصعيد والاعتداءات المصاحبة له تسبب بقتل وإصابة العشرات من سكان الضفة الغربية من النساء والرجال واعتقال مئات الفلسطينيين، فضلاً عن عودة مسلسل استهداف الناشطين الفلسطينيين وتصفيتهم واعتقال عدد من الشخصيات المعروفة وتعمد المستوطنين الصهاينة استفزاز مشاعر المسلمين تحت حماية قوات الاحتلال ومحاولة اقتحام باحات المسجد الأقصى والسعي لممارسة طقوس دينية خاصة لفرض الأمر الواقع في القدس. وأعربت هيئة علماء المسلمين عن استيائها من الصمت العربي الرسمي والدولي المطبق تجاه التهديد والوعيد الذي أطلقته قوات الاحتلال ضد مواطني الضفة واستمرار التصعيد والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الهيئة أن عدوان قوات الاحتلال الصهيوني واستمرارها في ارتكاب الانتهاكات الخطيرة ضد الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى في شهر رمضان يجريان في ظل غطاء دولي وتواطؤ معهود مع ممارسات الكيان الغاصب لأرض الشعب الفلسطيني من المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين حين يصمت عما يجري من إرهاب وسفك للدماء في فلسطين وغيرها من البلاد المسلمة في مقابل استنكار مطلق لما يجري في أوكرانيا ودعم غير محدود لشعبها تحت ذريعة التصدي للإرهاب الذي لا يصنف كذلك إذا ما طال المسلمين. ونقرأ افتتاحية صحيفة القدس العربية التي قالت جاءت هذه المواجهات في القدس المحتلة على خلفية دعوات لتنظيمات قومية متطرفة من المستوطنين اليهود مع حلول عيد الفصح اليهودي لاقتحام المسجد وذبح قرابين داخله، مع توقعات ببدء اقتحامات واسعة له. وبدأت السلطات الإسرائيلية بتشريع وحماية عمليات اقتحام المستوطنين الأقصى منذ عام 2003، وتزايدت خلال ذلك جماعات الهيكل التي تنتمي لتيار الصهيونية الدينية التي تتبنى فكرة وجوب بناء جبل الهيكل أي المسجد الأقصى للتعجيل بمجيء المسيح المنتظر. تحولت الاقتحامات اليهودية للأقصى إلى تقليد أسبوعي حيث تجري على فترتين صباحية وبعد الظهر من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وقد اقتحم أكثر من 34 ألف مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى خلال العام الماضي مقارنة مع قرابة 30 ألفا في العام 2018. وتنفذ الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى الذي استولت إسرائيل على مفاتيحه منذ احتلال القدس الشرقية والمسجد عام 1967. يمكن تشبيه إسرائيل برمتها ببناء استعماري استيطاني بدأ قبل عام 1948 واشتغلت على تأسيسه وتوسيعه
منظومات اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية، وتبدو جماعات الهيكل خلاصة كبيرة لهذا المشروع. مع جماعات الهيكل انتقلت إسرائيل من كونها مشروعاً للاستيلاء على الأرض من السكان الفلسطينيين الأصليين إلى مشروع لاستيطان القداسة. لا يكتفي المشروع إذن بنهب الأرض، بل يريد أيضاً نهب روح تلك الأرض ومعتقدات سكانها، وإحلال اليهودية مكان الإسلام والمسيحية التي كان أهلها يحتفلون بعيد القيامة أمس. الاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل بهذا المعنى هي اتفاق على نهب روح الفلسطينيين واستيطان مقدساتهم بالتناظر مع استيطان أراضيهم. إلى فقرة صور وتعليق، حيث نشرت صحيفة القدس العربي تقريراً مصوراً حول مزرعة في غزة لنبتة الزعتر العطرية. وقال حسن أحد أبناء المزارع والذي يعمل في مجال الهندسة الزراعية إلى جانب متابعته لمحصول الأرض: اعتمدنا في توسيع زراعة الزعتر على معايير وإرشادات عالمية، لذلك تمكنا من تحقيق النجاح المرجو. وتعتبر نبتة الزعتر رائجة محلياً بين المواطنين الفلسطينيين، كونها تدخل في صناعة كثير من الأطعمة وبعض العلاجات الطبية ومستحضرات التجميل. ويؤكد المزارع أن كل دونم أرض ينتج حوالي 200 كيلوغرام من الزعتر المجفف الجاهز للاستخدام في الموسم الواحد، موضحا أن الكيلو الواحد يبلغ سعره نحو 8 دولارات داخل القطع. والآن تابعوا معنا رسوم الكاريكاتير. أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.